أريد منك نصائح لكي أستطيع الدخول في الدوري الأعلى، لأن هذا هو هدفي في الحياة يعني. عفوا أعد. أريد نصائح قناة العبادات لكي أستطيع الدخول في الدوري الأعلى. جزاكم الله إيانا وإياك هذا الشرف الجميل. والله يا أخي الكريم، إلزم الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله، وإن شاء الله